ما حدش يقدر ينكر جمال ملامح ندى ورشاقة قوامها، إلا إنها ما تختلفش عن بنات كتير بينشروا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بحاجة واحدة بس مكنتها من التحول من مجرد بنت جميلة لبلوجر ليها متابعين، وده بعد ما كشفت صلة القرابة القوية اللي بتجمعها بالنجم العراقي قازم الساهر. اسمها ندى إبراهيم الساهر، والدها إبراهيم يبقى الأخ الأصغر للنجم العراقي كاظم الساهر. انجذبت لعالم الشهرة والأضواء وحبت جو السوشيال ميديا، وفي الأول قررت تعتمد على جمالها، وفضلت لفترة بتنشر صور من يومياتها وبتستعرض جمال ملامحها ورشاقة قوامها بإطلالات أنيقة، إلا إنها حبت تختصر الطريق على نفسها عشان توصل بشكل أسرع. نقطة التحول في حياة ندى كانت بعد ما كشفت صلة القرابة بينها وبين كاظم الساهر، فنشرت في 2021 صور بتجمعها بيه وكتبت عليها العم، وانتشرت الصورة دي كالنار في الهشيم. اتصدرت بيها ندى الترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي وتضاعف متابعيها بشكل كبير. ندى ما انكرتش استغلالها لاسم عمها وقالت: توقعت انتشار الصور بشكل واسع، وكنت عارفة انه هيتم تبادلها على مواقع التواصل الاجتماعي، كون عمي كاظم الساهر يعتبر فنان عنده قاعدة جماهيرية عربية وغير عربية عريضة. فخري لي أن أكون ابنة أخي والناس عرفتني عن طريق قرابتي به. ووضحت أن الصور اللي نشرتها ما كانتش حديثة، كانت من لقاء جمعها بعمها من سنتين في أسبانيا. علاقة ندى بعمها وصفتها بالزينة، شددت على أن أكتر حاجة بيوصيها عليها هي دراستها. نفت ما تردد على مواقع التواصل بأنها عارضة أزياء، قالت أن حسابها مفتوح لكل ما يشغل اهتمام البنات في الوقت اللي كشفت فيه دراستها لإدارة الأعمال، وحلمها بأنها تكون سيدة أعمال ناجحة، وشددت على إنها ما ورثتش موهبة الغنى من عمها ومش بتفكر في احتراف الفن. لقاءات ندى بعمها كاظم الساهر من بعد دخولها عالم السوشيال ميديا بقت متكررة، بتحرص على حضور حفلاته الغنائية بهدف التقاط صور تذكارية بتجمعها بيه وبتنشرها على حسابها. أحدثها صور التقطتها مع القيصر بنفسه عن طريق السيلفي، وكتبت عليها مع نهر العراق الثالث. أكتر حاجة بقى ملفتة في إطلالات ندى غير نقلتها إنها مش بتخرج فيها عن السياق، وبتراعي في اختياراتها العادات العربية بعدم الظهور بقطعة جريئة أو خارجة عن المألوف، وواضح إنها من محبي السيارات الفارهة، وكل فترة بتستعرض سيارة جديدة. طبعا حريصة على نشر فيديوهات لنفسها وهي بتسمع وبتغني أغاني عمها بكل انسجام. والد ندى هو واحد من 7 أشقاء لكاظم، وهو علي وحسن وحسين وعباس ومحمد وإبراهيم وسالم، وأختين أميرة وفاطمة. نشأوا في بيئة فقيرة ساهمت بشكل كبير في تكوين شخصية القيصر العاصمية، فاعتمد على نفسه من صغره، وكان بيشتغل في العطلات المدرسية، باع المثلجات والكتب، واشتغل في مصنع نسيج لحد ما قدر يجمع حق أول آلة موسيقية يشتريها في حياته، وكانت الجيتار. من بعده بقى اتعلم العزف على العود، وسنة 84 أصدر أول ألبوماته بعنوان شجرة الزيتون، وقدر بنجاحاته المتتالية يتصدر عرش الأغنية العربية بمكان ما قدرش حد ينافسه عليه لحد دلوقتي. الزيجة الأولى والوحيدة في حياة القيصر كانت من بنت عمه عروبة الساهر في نهاية السبعينات، أنجب منها ولدين هما وسام وعمر، لكن انفصل. فضل يكن ليها كل الود والاحترام لغاية رحلها في مارس 2022، وعن سبب انفصالهم قال: يمكن الزواج المبكر سبب فشل جوازتي الوحيدة، اتجوزت وعمري 19 سنة وتقريبا زوجتي كانت في نفس السن، ما كناش ناضجين بشكل كافي لمسؤولية الزواج. وعن سبب عدم جوازه تاني لحد دلوقتي رغم اعترافه بالدخول في علاقات عاطفية، قال: مفيش ست من اللي حبتهم قدرت توصل العلاقة للزواج.